الله الله. قلت قولوا لابو كاتم من الدرب ينزاح، خلي يعطينا ذا. قولوا لابو كاتم من الدرب ينزاح، بعض التهور عاقباته وخيمه، ما هو بحق يفتح الباب بصياح دام الزوايا كلها مستقيمه. خلوه من بعض السواليف يرتاح، حرام يعطي بعض الاشياء قيمه. مدري ايش يقول، والله ما همني جاء او راح دام الفعايل والنوايا. لا لا اسمع، محل الطيب والطائله لاح قبل مناقشه العقول السقيمه. ولا انا ما همني جاء او راح دام الفعايل والنوايا سليمه. هي اطول من كذا لكن والله ناسيها يا ابو سليمه. سليمه صح لسانك يا فيصل، والله يرفع قدرك ان شاء الله. قدرك ونشوفك على خير ان شاء الله، وان شاء الله يكفيك شر ابو كاتم. شوفك على خير يعني ابراهيم ولا هو. انت الحين قاعد الان تلعب بالنار. بالله عليك. اوف. والله ما ودي اقول. انت رجال تلعب بالنار، خويكم قاعد يلعب بالنار. العزل العزل. يا اهل العقول، اهل اسمه العقول السقيمه يعني. انا اقول اسمع مع اهل الطيب والطائله لاح. ما قلت هو سقيم. يعني ما قلت يا فيصل لا تخاف من شيء، ما انا انتظر تجي قوه الثانيه اصلا. فايش رايك يعني؟ هل الان انت الان انت ترفع رايه الحرب على ابو كاتم؟ ترى في سامجوني بعد ابي بعد المدير. المدير وش فيه؟ يا سامي يرجعوني من الخصم مقروع. هنا حطيتها في الهذا. عد عدها؟ ما نبي حافظها كانت. يا سامي يرجعوني؟ ما نبي حافظها كانت، كانت في الدفتر. عطني اياها. يا سامي يرجعوني من الخصم، يا سامي يرجعوني من الخصم مقروع. فيصل علومه ماليات هدومه. اقول ولا اقول هو ليش ممنوع؟ قصايده ما هي بتخالف اسلومه. اسبوع مر ولا حصل صوت مسموع، هو كيف دون الصوت يهنى في نومه؟ دقيت حتى بالي للرقم مقطوع، جزلا لا نعرف حمايض علومه، واصبحت بين الناس ضايق ومفجوع. ما ادري الوم النفس ولا الومه، ادري مكالمته مثل حبه الكوع، يدري بان الشوق يضعف عزومه. الشوق ما هو برد ريحان مزروع، الشوق داب بث فينا سموم. الله فيها ابيات ناسيها ترى. صح لسانك. صح عبد